السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة تخصص عيادة طبية في كافة مقرات سكان الحجاج، وممارسون صحيون يرافقون الحجيج. المملكة تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وارتفاعا في أعداد المتعافين. واشنطن تحذر من خطورة عدم تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، واطمأن سموه في بداية الاتصال على صحة معالي وزير الخارجية الباكستاني متمنيا له السلامة والعافية. ثم بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين الشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية مستشفى من الوادي بسعة 160 سريرا، وذلك استعدادا لموسم حج هذا العام. ويقدم المستشفى الخدمات العلاجية اللازمة في قسم الطوارئ على مدار اليوم، ويضم قسما لإنعاش الحالات الحرجة والحالات التنفسية وحالات الإجهاد الحراري، كما يضم المستشفى غرفتين للعمليات وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي، فيما يوفر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة. يذكر أن تجهيزات المستشفى اكتملت بجميع المستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية وكذلك الإدارية. كما عززت وزارة الصحة جهودها الرامية لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم بتخصيص عيادة طبية متخصصة في كل مقر سكن للحجاج، يرافق كل مجموعة من الحجاج ممارسون صحيون طوال الوقت لتقديم المساعدة الطبية. وترافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزة بجميع الوسائل في كل خطوة يخطوها ضيوف الرحمن. وهيئت الوزارة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة، وذلك في مستشفى من الوادي ومركز صحي 29 في عرفات والمستشفى الميداني والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركا مخصصا للعناية المركزة، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف عالية التجهيز. وتتماشى هذه الإجراءات والاستعدادات الصحية مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق حجا آمنا لهم. أكد قائد قوات أمن المنشآت والمشرف العام على مهام القوات في الحج اكتمال جاهزية القوات العاملة في موسم حج هذا العام بالمهام المكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، وبالتكامل مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، وذلك من خلال عمل طوق وانتشار أمنيا على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، بالإضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي تقوم القوات بحمايتها ودعمها خلال موسم الحج. كما أكد قائد قوات أمن المنشآت الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقا للإجراءات النظامية، وأنه لا حج لغير المصرح لهم، وذلك حفاظا على سلامتهم. قامت إدارة التطهير في المسجد الحرام بزيادة أعمال النظافة والتعقيم في المسجد وساحاته على مدار 24 ساعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومية بمشاركة 3500 عامل وعاملة يعملون على 3 ورديات خلال 24 ساعة، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام. كما تقوم إدارة التطهير كذلك بغسل صحن المطاف بالكامل وغسل حجر إسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها، كما يتم غسل المكبرية وتعقيمها على مدار اليوم.
أتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز مسجد المشعر الحرام في مزدلفة لاستقبال الحجاج هذا العام وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لتحقيق التباعد وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة على مدار الساعة وفق الخطط التنفيذية الشاملة بالتكامل مع جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية. ونفذت الشؤون الإسلامية عدة مشاريع تطويرية لمسجد المشعر الحرام في مشعر مزدلفة. كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة للجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها، حيث عدت خطط متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم بلغات عدة تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظا على سلامتهم من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقر كالشاشات والدوائر التلفزيونية وفي مقر إقامتهم وهواتف الحجاج واللوحات الإرشادية. جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض نحو 3607 جوامع ومساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441 للهجرة في مدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها في المنطقة. أكد فرع الوزارة بالمنطقة أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين، منوها إلى أهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين. كما حدد فرع الوزارة في المنطقة موعد إقامة الصلاة في مدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحا بمشيئة الله تعالى، كما حدد مواقيت بقية المحافظات عبر بروشورات تم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر. صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية ومنطقة تبوك أسفرت بتوفيق الله خلال شهر ذي القعدة من عام 1441 للهجرة عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه 937 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و18,893 كيلوغراما من مادة الجات المخدر و640,295 قرصا من مادة الامفيتامين المخدر و6,809 جرامات من مادة اللافيون المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 196 شخصا بينهم 42 متهما من الجنسية الأثيوبية و113 متهما من الجنسية اليمنية و32 متهما سعوديو الجنسية وأربعة متهمين من الجنسية الأردنية ومتهم من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية الإريترية، وذلك بعد رصد محاولاتهم لتجاوز حدود المملكة. وأوضح المتحدث بأنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1968 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 266,941 حالة، فيما سجلت 2,541 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 220,323 حالة تعافي، كما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,733 حالة وفاة رحمهم الله جميعا.
نشرتنا مشاهدينا الكرام انتهت، وفي ما يلي أبرز ما جاء فيها. وزارة الصحة تخصص عيادة طبية في كافة مقرات سكن الحجاج، وممارسون الصحيون يرافقون الحجيج. المملكة تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وارتفاعا في أعداد المتعافين. واشنطن تحذر من خطورة عدم تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.